بسم الله، عايزين ان شاء الله نبدأ مع بعض نعمل زون. طب نعملها ازاي الزون ديت؟ بروح الاناليز بقول زون. طب يعني زون يعني مجموعة من السبيس متجمعين مع بعض، ليهم حسابات معينة مع بعض، ليهم صفات مختصة مع بعض، هنشوفها مع بعض. زون تمام، بيقول لحد السبيس اللي انت عايزها تنضم معاك في الزون ديت، بقول له انا عايز ديت وعايز ديت وعايز ديت. تمام، طيب عايز اشيل حاجة ممكن اقول له عايز ريموف سبيس واشيل اللي انا عايزه. زوم بروبرتيز بدي اسم عشان اميز عنه. تمام، فين الاسم؟ النيم هو مديها نيم 16، لا انا عايز اديها مثلا ايه، ايجيبت. ايجيبت اوكي ماشي خلاص خلصت. بقول له فينش زون. طيب انا عايز اشوف الزونة دي بقى موجودة فين او حددها تاني. بروح برضه في الانالايز للسيستم براوزر، ببص في الزون، كليك يمين فيو زونز، بلاقي ان هو عمل لي زون اسمها ايجيبت وفيها 3 مكاتب زي ما احنا حددناهم بالظبط. عمرو سليم.